يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل ادعاءاته المتكررة للتغطية على فشله في قطاع غزة، فيصنع من كل شيء ذريعة واهية لتمرير وتبرير أي إخفاق سياسي وعسكري يتكبده قادته في أروقة النقاشات الأمنية، ويصاب به جنوده في معارك القتال التي لم تثبت إلا ضعفاً عسكرياً كبيراً، سيظل وصمة عار في تاريخ إسرائيل. نفي مصري للإدعاءات الإسرائيلية المتواصلة والتي أحدثها ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، ليعكس ذلك هروباً إسرائيلياً واضحاً من إخفاق الاحتلال الواضح في القطاع. فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في غزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع، وتغض النظر عن عمليات تهريب السلاح منها إلى الضفة الغربية لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة مزيد من عمليات القتل والإبادة للفلسطينيين. الأكاذيب الإسرائيلية تخلو دائماً من أي أدلة تؤكدها أو براهين تثبتها، فالاحتلال المدعي لم يقدم أي أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع، ويستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة وتحقيق أهداف سياسية، استمراراً لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية في الحرب الدائرة بالقطاع. إلى أن التأكيد المصري الصارم دائماً ما يشدد على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي بالمنطقة، فمصر فضلاً عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي تمتلك القدرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، وتعمل على منع انجرار المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.